تحياتي، موبقو وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق دعم مستويات ال 43 الى مستويات ال 42 ال 43 لحد مستويات 43 ونص. هل موبقو؟ انا اعتقد ان موبقو لسه المفروض يطلع لمنطقه ال 46 جنيه ويتسلق شويه وبعد كده يكمل التصحيح بتاعه. طيب هنمشي مع موبقو واحده واحده. انا موبقو عمل لي ضلع تصحيح على شكل A بي سي، واحنا خرجنا بقى اللي خرج من 45 واللي مكمل لسه قاعد مستني 46، اتوقع ممكن يطلع ل 46، ودي صفقه خطر جدا او السبب في خطر جدا، فلازم تكون بتتسلل بترند وحاطط الاسلوب في ايديك دايما عند مستويات ال 44 جنيه، وده بالنسبه لنا لو كسرت ممكن خلاص هيكون بدا التصحيح بتاعه. طيب ده بمنتهى البساطه ممكن. طيب لقيت موقع عمل النموذج ده وده اللي هنراقبه مع حركه المؤشر، واحنا عملنا تحليل مؤشر، لقيت طلع نزل على شكل اي بي سي ولقيته نزل على شكل اي بي سي تاني، واتوقع انه هيكمل في الصعود تاني، اديني ضلع تاني موازي للضلع ده، ساعتها اقول مثلا اديني يا عم ضلع اللي هو من الصعود ده وطلع لحد 46 جنيه ونزل تاني من منطقه الطلب دي، واقول راح لمستويات ال 100، فممكن كمان يروح لحد مستويات ال 127، كمان ممكن يروح لحد مستويات ال 138، وممكن يروح لحد مستويات ال 160 فيه. بمنتهى البساطه انا اصلا في موقع المفروض ان انا عايز اقفل الضلع ده. انا عايز اقفل الضلع ده وخايف من تقفيل الضلع ده لو الحركه اللي جايه جت عنيفه، فساعتها لا. طبعا الاستقرار تحت مستويات ال 41 جنيه وتصحيح تحت منها خلاص، واوضحها برضه دلوقتي، فالمفروض ان انا موبكو يطلع لحد مستوى 78 فيبو على الاقل لحد مستوى 100 فيبو، يعني هل موبكو ممكن يروح ل 55؟ ممكن. بس ودي النقطه بقى المهمه اللي احنا هناكد عليها، موبكو هيطلع اهو، احنا قلنا هيطلع على شكل A B C، وانا جوه السهم لو لقيت السهم نزل صحح تحت منطقه ال 41 جنيه انا بره السهم، لقيت السهم زي ما قلنا صحح فوق مستويات ال 41 ونص، المنطقه دي مهمه جدا لان انا ما ينفعش يتغير الموجه دي، يعني موجه الصعود دي ما ينفعش دي لو اتلغت يبقى الموبكو نازل، فضلت محافظ عليه، اعتقد ان الموبكو هيفضل مكمل في الاتجاه الصحيح. طيب انا ايه اللي مخوفني من الموبكو بتخليني اتعامل معاه بحذر ودايما هراقب حركته، لان الموبكو بمنتهى البساطه ممكن يتحول لقطريه في اي وقت، عمل لي 1 2 3 اي بي سي 4 4 5 ممكن، او يتغير النموذج بالنسبه لنا ويبقى ده بالنسبه لنا هبوط على شكل زجزاج خماسي A B C، وصل على شكل A B C وانزل على شكل A B C وصعد بشكل ويبقى عمل لي دبليو اكس واي واكمل في الاتجاه الرابط، وده لسه كلام سابق لاوان، لكن موبكو حتى الان عينينا على 46 جنيه، اعتقد ان هو هيتسلل 46 جنيه وممكن 46 جنيه وشويه هيجني ارباح، ولكن اي تراجع بمنطقه ال 41 الى 42 بضعف هيكون فرصه للشراء، هيبقى عينينا على موبكو وعينينا على المؤشر وعينينا على حركه السوق بشكل عام في الاسبوع الجاي ان شاء الله، وما زلنا نتوقع ان كل شيء وارد ويهمنا مراقبه التصحيح القادم، ولكن على الاقل هنضرب مستوى 46 جنيه وبعد كده نتفرج نشوف هيكليه التصحيح وبعد كده ناخد قرار. بالتوفيق.